الدكتور انور قرقاش اللي هو وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي، الخطه المرتبك، مين هو المرتبك؟ تميم، نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات وعرفنا عنه التآمر والأذى وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان. ليه؟ ليه كتب كده الدكتور أنور قرقاش؟ لأن السعودية عندها رد فعل غاضب من ترويج قطر لفكرة تسييس أو تدويل الحج. إيه يا عم؟ إيه تدويل الحج يعني باختصار؟ عايز يخلي المقدسات في المملكة العربية السعودية في الحجاز اللي هو مكة والمدينة اللي هو الحرم النبوي والحرم المكي، ده صيغة دولية تدويل، يعني ده مش ملك السعودية، مش السعودية اللي تديره، مجموعة دي. ده الفكر القطري. قطر ما بتفكرش، قطر دي عبارة عن حشرة في صورة دولة وإمارة. من تفكر هي إيران؟ إيران فكرت في هذا، وإيران بين الفين والفين بين الحين والآخر بتتكلم على تدويل الحج فكرة نكاية ومقيدة في السعودية. قطر بتتبنى وجهة نظر قطر بتتبنى وجهة نظر إيران وتبدأ في ترويج عبر وسائل الإعلام القطرية والتركية والإيرانية في فكرة تدويل الحج. فبيرد عليهم أنور خرقاش وبيقول إنه يعني ده شغل مرتبكين.